للتأليم، ما استخدمش مقصات لأنها تنقل العدوى، زي ما التريبس ينقل التكتلات، زي الهواء ما بينقل جراثيم الفطر. لو أنا سبت التكتلات لغاية ما توصل للون الأسود، الهواء يقدر ينقل الجراثيم أو السبورز عن طريق الهواء، يعدي بيها مزارع تانية أو يعدي بيها شجر تاني في المزرعة. يبقى أنا المفروض عشان أقاوم التكتلات صح، رقم واحد ما سيبش التكتلات توصل للون الأسود، رقم اثنين لما أجي أشيل التكتلات لازم أرجع مسافة ما تقلش عن 40 سنتي عن أول بداية للإصابة. يعني إيه أول بداية؟ يعني لو عندي إصابة متوزعة على الطراح أو على الفرع على دورتين نمو، ببدأ أقيس من تحت 40 سنتي وأرجع لورا. يبقى كده نقطتين، أول حاجة ما استناش لما اللون الأسود يظهر، أول ما أشوف التكتلات أشيلها فورا، استخدم الايد قدر الامكان، ما استخدمتش الايد يبقى مقص، يبقى لازم يكون معايا ماده مطهره اطهر بيها بطه المقص. رقم ثلاثة، الحاجات دي بتترميش على الارض، لو رميتها على الارض ما عادش حاجه هتطلع تاني على الشجر، يبقى لازم بجمعها اولع فيها. ده ملخص سريع لموضوع التكتلات.